لكل الليديز اللي معانا، انا منار مسلم معاكم في برنامجكم ليدي سيكريت. النهارده هنتكلم عن سر خطير جدا، سر السعاده الزوجيه. ازاي لو جوزك رجع من الشغل متضايق هنعمل ايه بقى؟ هنحاول نمتص غضبه، هنحاول نخليه مبسوط وسعيد، هنبطل ان احنا ننكد عليه ونزود همه، هنعرف ازاي نسمعه كويس قوي، وازاي لو في مشاكل ما بيننا نحلها. النهارده معانا الدكتور توفيق ناروز استشاري الطب النفسي. في حياتنا اليومية بتقابلوا ضغوط كتير ومش عارفين تتعاملوا ازاي؟ بتتخانقوا على طول وعندكم خلافات زوجية ومش عارفين تعملوا ايه؟ عندكم مشاكل كتير في تربية اولادكم ومحتاجين لتعديل سلوكياتهم للأحسن؟ بتدوروا على مكان لعلاج كل الاضطرابات النفسية عند الكبار والصغار؟ عندك ادمان مسيطر عليك وعاوز تتخلص منه ومحتاج حد يساعدك ومش لاقي؟ كل ده هيتحل في مكان واحد بس، أكاديمية التوفيق للطب النفسي والاستشارات الأسرية مع الدكتور توفيق ناروز استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان وزميل الجمعية الأمريكية للطب النفسي وزميل الكلية الملكية للأطباء النفسيين. والدكتور مينا عزت دكتوراه العلاج النفسي، ماجستير الصحة النفسية، دبلوم الصحة النفسية، دبلوم علاج وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. النهاردة هنتكلم عن سر مهم جدا، سر السعادة الزوجية. هنتكلم عن ازاي تكوني انت وجوزك متفاهمين في البيت، ازاي تخلي بيتك سعيد، ازاي تمتصي غضبه ويكون في تفاهم ما بينكم. النهارده معانا الدكتور توفيق ناروز استشاري الطب النفسي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا منار واهلا بالساده المشاهدين. ميرسي. انا النهارده عايزه قبل ما اخش عن سر السعاده الزوجيه عايزه اعرف ازاي اختار شريك حياتي. هو تقريبا ده اهم حاجه في السعاده الزوجيه، الاختيار. ان احنا لما بنيجي نختار للاسف انا شايف دلوقتي بعض الناس في المجتمع بيختار دايما العروسه الحلوه اللي عينها زرقاء مش عارف، وبرده هي بتختار العريس الغني اللي عنده عربيه فارهه وفيلا في احد الاماكن المدن الجديده. فالاختيار بيكون مبني على الماديات. الاختيار هنا مش للجوهر، الاختيار للماديات. فبالتالي بعد الجواز بيصطدموا ببعض، بتلاقي طبعا مختلفه، شخصيات مختلفه، ما بيكونش عارفوا بعض كويس قوي اثناء فتره الخطوبه. فاذا الاختيار مهم جدا في السعاده الزوجيه، ولازم يكون فترة خطوبة سنة عشان يعرفوا طباع بعض وشخصية بعض وعيوب بعض كمان، ويقبلوا بعض العيوب اللي ممكن قبولها يعني. لكن لو يكون الجواز هيبقى بيع وشراء بقى، وانا اشوف العروسة الحلوة وهي تشوف العريس الغني، بالتالي الموضوع بينتهي بالفشل وبالصمت. يعني هو ده سبب يعني مهم جدا من اسباب الطلاق. سبب رئيسي من اسباب الطلاق ان مفهوم الناس عن الجواز خطأ. احنا دلوقتي بنربي الاجيال كلها ان الجواز عباره عن ايه، وبنشوف الافلام والمسلسلات والدراما ان الجواز عباره عن دواليب حمراء بيرموا بعض بالمخدات وبيتبسطوا ويروحوا الساحل الشمالي وهفان كلها. في الواقع الامر مش كده يعني، عشان التوقعات الجامده قوي عن الجواز او التوقعات الحالمه قوي عن الجواز بتصطدم بارض الواقع، اللي هو طبعا الجواز فيه طبعا مسؤوليات وفي هناك فواتير وفي هناك اطفال وفي تربيه وفي كمان اختلاف في الطباع، لان ما حدش بيعرف حد قوي الا ما يعاشره يعني. فبتلاقي ان هو مثلا بيحب الموسيقى العاليه، هي بتحب مش عارف الهدوء، هو بيحب مش عارف ال بس برضو بيقولوا ان الاختلاف ده بيخلي ان للبيت فيه يعني روح. طبعا ما فيش الاثنين مش هيبقى كوبي اند بيست، مش نسخه طبق الاصل من بعض، ولكن الاختلافات الكبيره او في اختلافات بسيطه يعني، ان هو يعني بيحب الخروج، هي بتحب الشغل، وان كان ده بيعمل مشكله برضو بيتوتي وهو بيتوتي يبقى كده كويس مع بعض. لكن لو واحده بتحب تخرج قوي وهو بيتوتي هيبقى فيه مشكله، هيبقى فيه فدي بتعرف دي المفروض تعرف ايام الخطوبه. بس الخطوبه ساعات الناس بتمثل عشان تبين احسن حاجه فيها اثناء الخطوبه، هو يجيب لها هدايا ورومانسي ولطيف ويبعت لها رساله يقول لها ايه طمني عليك قبل ما تروحي البيت، وبعد الجواز ولا بتفرق خالص. فهي بتتفاجئ ان هو الله، طب فين انا اتجوزت واحد ما اعرفوش مش كده برضو؟ أيوة. فين اللي كان بيقول لي طمنيني لي؟ ودايما تلاقي ما اعرفش ليه حكايه طمنيني ومتروحه دي ويكون سايبها تحت لما طلع السلم، اديني مز الكوره عشان اعرفك وصلتي. طب ما انت اول ما وصلت البيت يعني هيحصل لها ايه يعني؟ حاجات زي كده، مبالغات في الخطوبه، الاهتمام فالاهتمام اساس العلاقه الزوجيه، الاهتمام والاحترام المتبادل والثقه المتبادله والحب يكون بينهم، ويكون في مشاركه، حاجات مواضيع مشتركه يتكلموا فيها. وده بتعرف في الاختيار برضو، ان احنا نعرف ان احنا في حاجه بيننا ان كمان يعني حاجه مشتركه، مش كل واحد بيفكر في اتجاه مختلف.
لما يجي ماتش كوره ما فيش مانع ان الزوجه تتفرج على الكوره، ودلوقتي بقى الستات بتشجع الكوره يعني. لما يجي مسلسل تركي ما فيش مانع ان الزوج يتفرج عليه، او يجيب التلفزيون بقى كل واحد يتفرج في التلفزيون لوحده. المشاركه مهمه جدا طبعا. اه بالظبط. طب يا دكتور، انا لو جوزي راجع من الشغل متضايق ومخنوق ازاي امتص غضبه؟ بيحصل طبعا ان الحياه فيها ضغوطات كتير، وان هو ممكن يكون في الشغل حد مضايقه والمدير بتاعه قرفه وحاجه زي كده. فالمفروض لما يرجع الزوج من الشغل متضايق او من اي مكان متضايق، تقول مثلا الاحتواء بقى هنا والابتسامة الحلوة، مالك يا حبيبي في ايه الموضوع، طب ما تيجي نتكلم. يقول لا 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 حضر الاكل بتاع، ما فيش مشكلة هو جاي متعصب فتحضر له الاكل وبتاع. راجل لما ياكل بيهدى عادة يعني، ويشربوا الشاي مع بعض، يبتدي يتكلموا كده في حاجة، يتفرجوا على فيلم كوميدي، ممكن يقوموا يصلوا مع بعض، ممكن يعملوا حاجة، يبتدي هو يتكلم يقول تخيل حصل في الشغل كذا، تبدأ المشاركة بقى في الوقت بالظبط. وهي بقى تبتدي تحت تسمع منه وتحتويه، تقول له بقى لا ما يهمكش وانت كويس وكده يعني، ولا بقى تبدأ تحكي له انا حصل لي مشاكل النهارده وحصل كذا وكذا. ممكن بس بعد ما يخلص هو المشكلة بتاعته يبتدي تقول له ايه طيب لا ما تقلقش وبتاع، ولا طب هو لك معاك حق الموضوع ما كانش يستحق يعني. تقول طب بس انا كنت عايز اقول لك الوقت بقى، انا ما اجي اختار التوقيت في المشاكل بقى، انا بس عايز احكي لك على حاجه. ابنك جاب 5 من 20 في مش عارف كذا. ايوه. وطالبينه في مدرسه او ما شابه ذلك، او مثلا ده احنا معناش الا 20 جنيه وفاضل 10 ايام. يعني اختيار التوقيت، اختيار التوقيت لازم يكون. هو عديت حكي لي بيتفرج على ماتش كوره والاهلي بيجيب جون، تروح تدخله بالمشكله بس بعد ما قال لي يكسب يعني. هل لو في مشاكل ما بيني انا وجوزي سهل ان انا اقنعه ان احنا نروح لاستشاري طب نفسي؟ اهم حاجه ليه نعمل استشاره؟ استشارة زوجية يعني، او مين اللي يعمل استشارة زوجية؟ دلوقتي احنا لو مش عارفين نتواصل مع بعض، سين وصاد يعني مش عارفين نتواصل مع بعض، مفيش لغة حوار خالص في البيت، بقى في الخرس الزوجي، بقى في عدم سعادة زوجية، بقى في حتى مفيش علاقة بين زوج والزوجة، اهمال من الطرفين او من احدهم، بعض الخيانات اللي بتحصل من زوج او الزوجة، برضه في حاجة تانية اسمها الضرب الزوج لزوجته او العكس يعني. ان هما مش عارفين يتفقوا على المصاريف بتاعه البيت، لان في مشاكل ماديه بتخش، مشاكل في العلاقه الحميمه. لو هما مش عارفين يحلوا كل المشاكل دي بتوجه طبعا للطبيب النفسي المختص في استشاره علاقات زوجيه، وبيتم هناك العلاج من هذه الامور يعني. يعني انا لو متجوزه دلوقتي وعايزه اقنع جوزي ان احنا ننزل نروح لاستشاري، هل اقنعه ازاي؟ لان احنا عندنا الفتره دي مفيش ثقافه ان احنا ننزل عادي لاي استشاره زوجيه. طبعا زياره الطبيب النفسي شويه بيكون فيها محاطه بشيء من الخجل او شيء من ان احنا يعني مش مرضى وبتاع. هو فعلا اللي بيقول استشارات زوجيه بقول لهم يا جماعه انتوا كلاينتس اول حاجه، مش مرضى. المريض لو بيشنت يعني مريض نفسي بيحتاج، ومش عيب طبعا خالص، ولكن المجتمع لسه محتاج وقت عشان نزيل وصمه العار عن المرض النفسي. لكن اللي بيقول عشان الاستشارات الزوجيه، ممكن انا بالمناسبه اكون عامل استشاره زوجيه يعني، مش عيب يعني ان انا مثلا مش عارف مراتي بتتضايق او امتص غضب على طول نكديه مثلا كتير، فانا مش عارف من ايه، فبنروح لحد يساعدنا. انا مش عارف ايه، مش عارف اتكلم وانا ما بسمعهاش كويس مثلا. فالمعالج بقى بيبقى دوره كده يعني، ان هو يقول الحاجات دي. فانا بقنع جوزي ان احنا مش مرضى خالص، ان احنا رايحين نتكلم مع حد متخصص في مشاكلنا. واهم حاجه انه شخص محايد، ما يبقاش حكم. انا بقولش مين اللي غلط، حتى لو جوز ضرب مراته بالقلم انا مش دعوه، عايزين نحل المشكله. الحاجه الثانيه طبعا يعني في احنا بنوصل انه احنا عايزين نيجي عشان نحل، مش عشان ان احنا نخسر. مش هو مين اللي غلطان، المهم ان احنا ما نتكررش ثاني. فلنفرض ان هو الزوج مثلا بيقل ادبه في الكلام، او هي مثلا ما بتعملش الطبيخ والارض على طول مش نظيفه، بنتكلم في الحاجات دي يعني على سبيل المثال. الحاجه الثانيه كمان، احنا طبعا الاطباء النفسيين حالفين قسم ابو قراء، في قسم حالفين وفي هناك سريه ومهنيه. فبنروح لحد مش هيقول اسرار لحد، لان ممكن طبعا واحد يخاف ان مثلا واحد راح شخص غريب ما يعرفوش ويكلمه في اسرار النوم، طبعا دي حاجات خطيره. لكن طبعا احنا عشان حالفين القسم ودي سريه، في سريه تامه مفيش حاجه خالص تطلع، فالواحد بيكون مطمئن وعنده اريحيه في الحديث مع الطبيب النفسي في مشاكل ما يخص الزواج. ايه اكتر اسباب للطلاق في الفتره الاخيره وليه النسب عاليه؟ الفتره الاخيره طبعا زادت نسبه الطلاق، وصلت يمكن 45%. ده على فكره نسبه عالميه مش مصر بس يعني، ليست مصر هي المختصه بهذا الموضوع، لا دي في العالم كله، نتيجه ضغوطات كتير، نتيجه عدم فهم طبيعه الجواز. طبيعه الجواز فيه تحديات كتير قوي زي ما قلنا، مش كله دباديب ومش كله سعاده. الحاجه الثانيه الناس بتختار بطريقه خاطئه. الحاجة الثالثة عدم القدرة على التواصل، ده السبب رقم 3 يعني، ما بيتواصلوش مع بعض، كل واحد في حاله، كل واحد ماسك الموبايل بتاعه دلوقتي وقاعد زي ما انت شايفة في كل البيوت، كل واحد موبايله مشغول ويكلم أصحابه على القهوة، ما فيش تواصل بينهم خالص يعني. الحاجة الرابعة اللي هو الواحد بيتجوز واحدة بتكون بالنسبة له مارلين مونرو، بعد الجواز ما تفهميش ليه كده بتتقلب بحاجة تانية، منها بتفضل زي ما هي بس هو الاعتياد بقى،
يعني وكمان هو ضمانها بقت يعني الجواز بقى ملكية خاصة. فعندما يتحول الزواج إلى ملكية خاصة يبدأ الفتور والإهمال، فده سبب من أسباب إن بيحصل طبعاً هي مفيش بينهم أي كلام حلو ولا في يعني مجاملات ولا بيسأل عليها ولا في مشاركة، فبالتالي الاهتمام بيقل، وبالتالي ده بيكون برضو أحد الأسباب اللي تخلي الزوجة تطلب الطلاق أو هو يطلب الطلاق. المشاكل المادية مش متفقين عليها، هو بقى يصرف كتير وهو عايز يدخل مدارس انترناشونال وهو خلافات كده. برضو أسلوب التربية بتاع الأطفال، يعني ساعات مثلا أنا بدلع قوي وهي بتشد قوي، لا لازم يبقى في اتفاق طبعا على تربية الأطفال بشكل يكون موحد، يعني ما ينفعش كل واحد له رأي وكل واحد له مدرسة يعني. فدي برضو من الحاجات اللي تدخل الحموات الإن لاز أو التدخل أي والأصحاب كمان. أنا ممكن أحكي لصاحبي يقول لا أطبح لها القطة مش عارف إيه ما تخليهاش كده وهي تحكي لا ده جوزك مش عارف إيه وبتاع، العين الزايغة برضو ساعات الراجل لما يكون بس كل الرجالة عينيها زايغة. مش هنقول بقى كل زي ما هنقول كل الستات نكاديين، هنقول بعض الرجالة عينيها زايغة. وساعات الراجل على فكرة النظرة، على فكرة النظره ساعات بتبقى يعني نظره سريعه يعني مش عين زاغه قوي، لان زي الواحد بيبص جامد قوي يعني، لكن لو نظره سريعه كده معديه مش مشكله يعني. فدي من ضمن الاسباب، ده من اسباب ماديه واسباب اللي هي العلاقه الحميمه بينهم مش مظبوطه يعني. باختصار لو احنا اخترنا صح وكان فتره الخطوبه فتره سنه وعرفنا بعضنا كويس قوي وتقبلنا عيوب بعضنا ودخلنا ربنا في هذه العلاقه وما دخلناش اي حد تاني في العلاقه الزوجيه، نقفل علينا بابنا البيوت اسرار، ده هيبقى من أثار الرسالة الزوجية واللي هتقلل الطلاق بنسبة كبيرة قوي. طيب شكرا قوي يا دكتور، هنطلع فاصل دلوقتي وهنرجع لكم تاني في برنامج ليدي سيكريت. من أهم الخدمات اللي بنقدمها برامج للعلاج النفسي لجميع حالات الاضطرابات النفسية زي القلق والاكتئاب والوسواس القهري وغيرها كتير قوي من الاضطرابات النفسية اللي بتكون سبب لعرقلة حياة الإنسان. وأهم سر من أسرار نجاحنا أننا بنصمم برنامج خاص بكل حالة، إيمانا منا بأن الشخصية كالبصمة لن تتكرر، علشان كده ده بنوفره. وكمان من أهم ما بيميزنا أن عندنا أكتر من 400 اختبار نفسي واختبارات بتقيس القدرات العقلية والميول والشغف عند الإنسان، علشان كده لازم تسأل نفسك هل أنا ممكن أكون محتاج دكتور نفسي لمجرد أني أكون مريض نفسي فقط؟ الحقيقة لا، أنت ممكن تكون سوي نفسيا ولكن محتاج إدارة الذات، إزاي أعيش سعيد في حياتي، إزاي يكون عندي إدارة للوقت، إزاي يكون عندي تفكير إيجابي، إزاي أكسب فلوس من خلال كسب النفوس. كل ده وأكتر متوفر عندنا من خلال برامج بنقدمها لكل شخص بيجيلنا نقدر نساعده. وحقيقة هي سعادتك هي قرارك، لأن التارجت بتاعنا مش مجرد إن احنا نتخطى أو نتجاوز مشكلة، لا ده احنا عندنا تارجت أعلى من كده بكتير، إن احنا ليس فقط علاج المضطربين نفسيا لكن الأخذ بيد الأسوياء حتى يعيشوا سعداء. علشان كده بنقول السعادة هي قرار شخصي ليك، وكمان بنقول إن هي ليست مجرد طبيعة بشرية، إنما البحث عنها هي وصية إلهية. علشان كده بنوفر كل البرامج دي، وكمان عندنا برامج لعلاج الإدمان بأنواعه، برامج للمخطوبين والمقبولين على الزواج وعشان يعيشوا حياة سعيدة هنية، كمان عندنا في قسم الأطفال برامج لعلاج حالات التوحد واختبارات الذكاء والقدرات العقلية على رأسها اختبار بينيه صورة الخمسة، وكل ده بيتوفر من خلال فريق عمل متكامل قادر على انه يقدم خدمة لكل شخص بيجيلنا علشان نساعده. كمان عندنا برامج لعلاج حالات اضطرابات النطق والكلام، كتير من ولادنا بيتعرضوا للتنمر لمجرد ان يكون عنده لدغة في حرف او تلعثم او تهتهة او غيرها من اضطرابات النطق والكلام. كل ده بنساعده في العلاج والتحسن من اول جلسة هتشوفه. كمان عندنا برامج نفسية
لحالات التبول الإرادي، عدم الثقة بالنفس، اختبارات لفرط الحركة ونقص الانتباه وبرامج لعلاجها. كل ده وأكتر هتلاقيه تحت سقف واحد هنخدمك فيه إن شاء الله. لمجرد ما تشرفنا، لو أنت بتعاني من أي اضطراب أو أي مشكلة ولو بسيطة هنساعدك فيها، لأن ده دورنا. معاكم دكتور مينا عزت، دكتوراه العلاج النفسي واستشاري الصحة النفسية. طيب بالنسبة للفضفضة، الستات عامة بتحب تفضفض، أروح أفضفض مع مين؟ أختار مين اللي أفضفض معي؟ طبعا الفضفضة دي في غاية الأهمية قوي، وفي حاجة بتقولك اتقي شر من فضفضت إليه. فإذا ساعات الواحد لما يفضفض لحد مش على قدر الثقة، أولا ممكن يقول لحد تاني، أولا ممكن وكمان ثانيا ممكن يدي نصيحة غير جيدة. فإذا الفضفضة هنا ممكن تكون لحد مقرب ليا جدا. يعني أختاره إزاي؟ طبعا أقرب ناس ليا هي مثلا أختي، الأم، الأب، ساعات البنت حبيبة أبوها يعني، وخصوصا كان الأب كان يعني إيه بيحب الزوج وما بيبقاش متحيز يعني. فممكن طبعا يكون فضفضة مع الأب هنا، يكون مع أختي شقيقتي يعني، عشان حد يؤتمن على هذا السر. البيت أسرار، إحنا قلنا يفضل ان احنا ما نطلعش الاسرار لناس كتير قوي عشان ما يبقاش فيه تضارب في الاقوال، وده يقول راي وده يقول راي معاكس، تبتدي تلخبطي انت، تبتدي كمان ده ياثر على حياتي بالظبط، حد يسخنك اكتر او حد يهديك اكتر قوي، فيبقى الدنيا ملخبطه شويه. فاذا لو عايزين برضو الامور مش قادره انا اتكيف معاها، ممكن استشاره الدكتور النفساني المتخصص في العلاقات الزوجيه. طيب والمشاكل الزوجيه محتاجه كام جلسه عشان نحلها؟ بالنسبه للاستشارات الزوجيه هي عباره عن ليها اكتر من تقنيه، من اشهرها من لجنه المعرفي السلوكي، بيبقى من 10 ل 12 جلسه، ولكن طبعا طبقا لكل حاله، ما اقدرش ان انا اقول الحالات كلها تبقى كده، بس ده الافريج يعني او المتوسط 10 ل 12 جلسه. في بعض الحالات الشديده شويه اللي هو يكون داخلين على الطلاق خلاص بتبقى محتاج اكتر من كده شويه، ممكن لو حاله بسيطه بتبقى اقل من كده شويه. الجلسه بتقعد 50 دقيقه عشان كل واحد الاول بسمع الزوجه الاول لوحدها، بعد كده بسمع الزوج لوحده الاول، بعد كده بنقعد مع بعض احنا التلاته، بس بكون الاول فكره من الزوجه اللي مضايقها وفكره من الزوج عن طبيعه المشكله، وبيبقى بحياديه تامه وبكلام ليس فيه اي انحياز لاحد الاطراف، بنحاول نحل مشاكلنا مع بعض احنا التلاته، انا والزوج والزوجه. هل في كابلز الدنيا اتحلت ما بينهم في اول او تاني جلسه؟ ارد على حضرتك، اول جلسه بتكون استكشافيه او تشخيصيه، بمعنى ايه؟ ان انا بسمع للزوج طبيعه المشكله ايه على مدار 50 دقيقه، وبسمع للزوجه طبيعه المشكله ايه او المشاكل اللي عندكم ايه، مشاكل بقى ماديه، مشاكل علاقه، مشاكل مش عارف خيانه، ضرب، نكد، الحاجات دي كلها، وبعد كده بنكون الخطه العلاجيه ونبدا نعالج. نسبه نجاح لاستشارات العلاقات الزوجيه حوالي 75%، يعني تقريبا تلات ارباع حالات الجنة بتتحسن وما بتوصلش الامور للطلاق، ودي نسبه كبيره قوي. لكن لازم طبعا يكون الدكتور عنده خبره، دكتور موثوق فيه، بنشوف المواقع الطبيه المعروفه، بنسال على الدكتور قبل ما نروح له، يكون حد موثوق فيه عشان نوصل لنتيجه فعاله وننقذ الحياه الزوجيه، لان الاسره هي نواه المجتمع، واحنا عايزين دايما الناس يعني قبل ما يطلقوا يفكروا مليون مره. طب يا دكتور انا محتاجه من حضرتك روشتة الزوجه تعملها والزوج يعملها عشان يكون في سعاده زوجيه وتفاهم في البيت. اقول لك، في هنا طبعا دور للزوج وفي دور للزوجه وفي دور برضو للاهل اللي هم الاكستند فاميلي، اللي هو الحموات، الاب والام للزوجه والاب والام للزوج. فاذا احنا عندنا هنا ادوار متعدده، علشان نوصل لحياه سعيده وزواج سعيد لازم يبقى كل واحد يحاول يبذل مجهود. الجواز على فكره مش بيمشي لوحده ينجح لوحده، زي مثلا في ناس فاكره ان هو خلاص يعني الخطوبه طبعا الواحد بيطلع افضل ما عنده، بعد كده بيجي للجواز فاكر ان الجواز هيمشي لوحده ويبقى سعيد وكله زي الفل وما شاء زي الله زي الخطوبه بالظبط ومن غير مجهود. لا، يعني الجواز كان بيحتاج حاجه زي، عارفه تشبيه كده، العربيه لما بنعملها صيانه لازم صيانه ال 5000 10000 عشان يبقى الزيت والحاجات دي. الزيت بتاع الجواز هو تجديد الحب، الزيت بتاع الجواز اللي هو ان انا اقتل الملل، الخرس الزوجي، ان في فتور في العلاقه، فالحاجات دي كلها محتاجين ان احنا نجدد. فالتجديد سر من اسرار السعاده الزوجيه، ان احنا كمان ما ندخلش حد بينا كتير، يعني دايما انت بتلاقي بتحصل مشكله صغيره قوي، فانا على الواتساب او على التليفون اروح مكلم صاحبتي تقول لي لا 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 ما تخليش يعمل كده،
ده جوزك مفتري او ده بخيل، والبخل ده موضوع طبعا كبير شويه. لما جابلهاش مثلا عربيه مش عارف ايه او شريف احد الاماكن الساحل الشمالي يبقى بخيل. لا طبعا البخل هنا له تعريف يعني، فما نسمحش لحد ان هو يسخننا في العلاقه يعني. كمان مهم قوي لغه الحوار يعني، عشان انا اكون سعيد في حياتي الزوجيه يبقى في لازم اتكلم مع مراتي والزوجه بالظبط، لغه حوار نتواصل مع بعض، بحيث مثلا زي ما احنا شايفين دلوقتي كل واحد مشغول، لو كان الزوج يشتغل والزوجه بتشتغل كمان بتلاقي الحياه بتاخدهم، ما يقعدوش مع بعض يتكلموا حتى في هيعملوا ايه الاسبوع الجاي، طب انت مبسوطه، ايه اللي مضايقك في حياتك، لا يعني بيقولوا صباح الخير مساء الخير لبعض كل واحد في حاله، والحياه بتاخدهم والعيال طبعا بتاخدهم. انا عايز كمان من الزوجه انها يبقى تحط الزوج رقم واحد مش الاولاد، ده مفهوم جديد شويه، لان في ناس كتير يقول لك لا الاولاد رقم واحد في حياتي او مامتي رقم واحد. لا، قبل الجواز ماما طبعا على راسها من فوق، بابا هم رقم واحد، بعد الجواز الزوج بالنسبه للزوجه. برده بالنسبه للراجل بعد الجواز الزوجه رقم واحد، مش اي حد تاني، مش الشغل، مش الصحاب والقهوه يعني. ممكن طبعا بتلاقي كده اللي هو يعني عاداته كانت قبل الجواز ان هو بيحب يسهر، يحب يروح مش عارف ذهب مع اصحابه. لا يعني الجواز برده فيه شيء من الالتزام، فالالتزام من احد اسرار السعاده الزوجيه، ان انا التزم اولا بعلاقه واحده، التزم بان انا اقعد في البيت فتره كبيره، والزوج هنا مش ATM ماشين، مش بس اصرف على البيت وخلاص، لا هي انا محتاج الست محتاجه سند، محتاجه راجل تسند عليه وراجل مسؤول، محتاجه كمان دوره في تربيه الاولاد، فنفرض الاولاد كبروا شويه بدا واد منهم يشرب سجاير ولا حاجه مثلا، فالاب هنا له دور، لان دايما تلاقي اطفال بيهابوا الاب شويه، الاطفال بيبقوا مقتنعين ان بابا الفلوس وماما البيت وهتتصرف. لكن وبرده ساعات بيقتنعوا ان الام هي الحنينه، لو مثلا بابا حرم مصروف شويه لو ارتكب خطا يعني كاسلوب تربوي شال منه مصروف يجري ماما عيط ماما ده بابا، تروح مدياله ايه 20 جنيه لبابا، فهنا يبقى في رساله مزدوجه فالطفل ما يعرفش. فاذا محتاجين برده ان احنا نعرف ازاي نربي اولادنا، وازاي لما يحصل خلاف من اسرار السعاده الزوجيه، ان احنا لما يحصل خلاف ازاي نحله مع بعض حل يكون منطقي مرضي للطرفين، ونبقى عارفين ان لما بيحصل كذا نعمل كذا، يبقى في اتفاقات كده حتى بالعينين، كل ما كان تفاهم حلو بيبقى سعاده زوجيه بتبقى عن طريق حتى العينين كده بيكونوا يفهموا. مع تمنياتي لكل المتزوجين بحياه سعيده وحياه يكون فيها ربنا ويكون فيها بركه. وفي الختام احب اشكر دكتور توفيق ناروز استشاري الطب النفسي، شكرا لحضرتك. عفوا، وانا اللي بشكرك وبشكر الساده المشاهدين على المتابعه، وبشكر الناس اللي ورا الكاميرا، متحياتي لكم، وان شاء الله يكون بينا لقاءات اخرى. حياتي لكل الليديز اللي تابعونا النهارده، اشوفكم في حلقه جديده مع سر جديد في برنامجكم ليدي سيكريت.